الإدماج حق المشروع، الإدماج حق المشروع، يا للعار يا للعار، وزارة بلا قرار، وزارة بلا قرار، الإدماج 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 الإدماج، الإنصاف الإنصاف. تلاقينا اليوم في الوقفة الجهوية ديالي شملت الممثلين الولائيين، هي بمثابة وقفة ولائية وأيضا للتنسيق للتحضير لما سيكون في الأيام المقبلة بعد الأذن الصماء اللي انتهجتها الوزارة التربية في فئة الأسد المتعاقدين للمطالبة بحقهم المشروع وهو الإدماج. بالرغم من إدماج باقي الفئات اللي كما نعرف عقود ما قبل التشغيل، السؤال المطروح لماذا استثناء هذه الفئة بالذات مع لبناش؟ الحاجة الثانية، هل الوزارة ستمتحن أستاذ متعاقد خدم لعدة سنوات وبعد تجربة في الميدان؟ أثرنا اليوم الحضور مع زملائنا المتعاقدين لنضم صوتنا إلى صوتهم لعله يصل إلى الجهات المسؤولة. هؤلاء الأساتذة المتعاقدون الذين يحملون على كاهلهم جانب كبير وثقيل في منظومة التربية في الجزائر، ويعملون في المناطق ربما النائية والبعيدة في المناصب التي لا يطلبها الناس المرسمون، ولعل غالبيتهم يمتلكون أسر ويعملون من غير رواتب محينة في وقتها. فلذلك نتمنى أن وقفتنا هذه معهم تصل إلى الجهات المعنية، ولعل هذه الوزارة الجديدة الحكومة الجديدة أن تأخذ الملف بعين الاعتبار وبطريقة تصحيحية. جينا اليوم في وقفة جهوية من كل ولاية الشرق الجزائري نطالب بالإدماج دون قيد وشرط، نظرا للقرار اللي يصدر عن الرئاسة من قبل عن الوزارة القديمة، دوك مع الوزارة الجديدة ثبتوه، ماذا بنا يضمونا كباقي قطاعات نسألوا له التهميش هذا، خاصة الأستاذ راه يعمل في مناطق نائية بمجهود وأثبت الخبرة والجدارة تاعو في جل التخصصات وفي جميع المستويات ثانوي متوسط وابتدائي.